طيب تيك توك اليوم على فيديو اليوم فيديو هي مو لحالي مع عالم اكيد بتعرفوهم يعني بتحضروا قناتي او ما بتحضروها ولاد عمتي هاي جوي بيرلا واليوم الفيديو هو بدنا نعمل تحديات بهذا المسبح تحديات رائعه تحديات حلوه واذا انتوا على القناه بس اعملوا لايك شير سبسكرايب يلا خلونا نبلش هو اي واحد بينط احلى نطه ماما وبابا ورا الكاميرا هنا بدهم يقولوا اي وحده هي احلى نطه فبنبلش من الصغير للكبير ها تفضل احلى نطه عندك ياها يلا الكل يشجع جابي 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 واو جابي نط عمل دش وبوف ونشلحوا النظارات ثاني شخص هو جوي انا ما بعرف جوي 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 تعرفوا هاي النطة الكلاسيك؟ شو نطتها؟ دور انت لا انا اخر واحد خلي بس فكر اعطيني نظارة انه النطة بتحتاج نظارة واحد اثنين ثلاثة والله لهلا هي احلى نطة بصراحة بيرلا 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 طيب يلا خلينا نعطي فرصة ثانية معلش يلا واحد اثنين ثلاثة برافو طيب هلا ماما وبابا ورا الكاميرا رح يقولوا أي وحدة كانت أحلى وحدة أحلى نطة أنا برأيي هي نطتك نطة بيرلا بصراحة أي وحدة بيناتهم أحلى نطة أنا برأيي نطة بيرلا أي والله أنا لإلي أحلى نطة بصراحة نطة بيرلا وأنا هيك بقول الصراحة بس كل نطاتكم حلوة بصراحة أوكي أوكي التحدي اللي بعده بده يكون بدنا نتسابق نبلش جوي ضد جابي انا ضد بيرلا والفايز بيناتهم ضد الفايز بيناتنا فقبل ما نبلش التحدي البسوا نظاراتكم فضلوا على المي خذوا تجهزكم يلا واحد اثنين ثلاثة جوي جابي جوي جابي جوي جابي جوي جابي جوي جوي هلا بتكمل بتلعب ضد انا او بيرلا اللي بده يفوز بينات جاهزين بيرلا واحد اثنين جوجي 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 برافو فزت هلا فايز ضد الفايز يعني انا ضد جوي واحد اثنين والفايز هو جوي هلا صار دور هذا التحدي مين بيعرف شو بدنا نعمل بهذا التحدي شو رح نعمل بدنا نحطه بالمي ونحسبه يا عرفت نحطه هلا هيك بالمي وهلا لازم كلنا نحاول نزيد حالنا جواته بهي الطريقه كل ما بدها تبعد اكثر مثل ما تصير هون وبعدين هون وبعدين هون فاللي بيقدر يعملهم كلهم بيفوز بجائزة واللي هي مش يلا نبلش يلا يلا جابي اثنين ثلاثة والله سلامة ولا صار دور جوي أنا برأيي خالو جوي أنت طلعي بالبانيو مو بالمسبح يلا دورك جوجي صار دوري فرجوا قد بعيدة انا بعد واحدة من الكل يلا جوجي مين بيقول بيقدر اعمل لهالبهد اللي ما بيشجعوني جوجي 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 خالي شو في شو بو؟ ما بعرف. إيش؟ هلا إذا كنت عم تعمل مهلا. والله يا رب. شو شي شباك؟ هذا كسرت كسرت إجري. يا إيه. والله.
بابا شو فيه؟ ما بعرف شو بقى اجري. ما عم تقدر؟ ما بقدر. ماشي عمر اعطيني ايدك فرجيني رح تقدر تنام. تعرف اني انا صدقت اول شيء الله وانا صدقت الله صدقت انا اول شيء يعني انا يعني بعرف دقيقة انا بعرف انه انت رح تعمل مقلب فيهم بعرف انه مقلب الغرق انا ما صدقت لانه ما اول مره بيعملها كذا مره هيك بس انا مو معقول بعد النطه تعملها ما متفقين هيك متفقين انه تقلي قبل الفيديو كله هاد كان مقلب وانا كنت محضر من بدايه الفيديو لهالمقلب ومشكور الله زبط فيكم بتمنى اعمل مقالب كثير فيكم وتصدقوها وتكونوا هربين تعال مقلب الاسانسي تعالوا تعالوا واو ليك المقلب طلع واحد اثنين ثلاث شوف واحد اثنين ثلاث اوكي يا جماعه فيديو اليوم خلص ان شاء الله عجبكم اذا العفاهم نسوي لايك شير سبسكرايب وفيديوهاتي رح يكونوا فيهم هدول الجوز كثير باي.